مفهوم الزواج أنا بعتقد أنه العلاقة الزوجية دي علاقة إنسانية كبرى متكاملة شاملة، الزوج والزوجة بيعني العلاقة دي بتعني الإخاء، بتعني الصداقة، بتعني الأمومة، بتعني الأبوة، بتعني كل العلاقات الإنسانية محصورة في العلاقة الزوجية. وبالتالي ده مفهوم كبير جدا جدا ينبغي على الشباب أنه يختاروا شريكة حياتهم بكل دقة وبكل قناعة.